في البداية توجه رجم تحية خاصة لموقع ريف توداي في العمل الصحفي. طبعا الحال امتداد الموقع من أهم المواقع ذلك الحسيمة، وزي المواقع تتبع تقريبا يوميا، وتحية متابعة القضية من مجتمعنا الريف خاصة ومجتمع الحسيمة بشكل عام. من الزغاذنيغ المناسبة الخالدة لنهاية 6 فبراير، ديجن بالنسبة لشنيني ريفيين ديجن مناسبة آلمة طبيعة الحال، اللي تتعلق استشهاد الأمير أو الزعيم العالمي مولاي محمد. الزعيم هو كي ضحان الغالي والنفيس من أجل الحرية الكرامة طموح ثانيتين، وحقيقة شنيني خص المناسبة مش فعلا خص غاس نبد، ولكن ماشي من أجل التذكير أو الذكرى بقدر ما أمني نستلهم زي الشخصية مولاي محمد باش نكمل المشوار الحرية الكرامة الشعب المغربي، لأنه تاي إضحى وأن الوقت باش نشنين ريفيين أنسبونا ورنا باش نفكاك المستقبل النقطة بعد الحال غنغيري المكانة كي ثمرتين، لأنه نش صراحة زيودان دائما يرقى أنه المناسبة تخليد المناسبات مهمة، ولكن ماشي من أجل التخليد فقط، وإنما الفرصة باش نبد في مكامن الخلل اللي غنرضي كاع الريف جميع المكونات المجتمع الريفي باش نفكاك المستقبل باش نغني باش نوغاز ذات ونتجاوز مهما نختلف، يمكن مهما نختلف او غنغرو مختلفة، ولكن خصنا غنسمونا راي النغ باش نير الكلمة النغ، لأنه صراحة الآن الأوان باش نتجاوز جميع الخلافات، ومهما اختلف النظرة النغ شخصيا مولاي محمد فهو يطغي مديج زعيم عالمي، زعيم لكل إنسان محب للحرية محب للكرامة. وسيتي مغ أنا نكمل المشوار ينس اللي هو مشوار الحرية الكرامة، وسيتي مغ كذلك أن يريق المستوى التضحيات يقدمن الأجداد النغ وعلى رأسهم مولاي محمد. ومن ممكن هذه المناسبة يا رغم ان التاث فعلا مناسبه مهمه، ولكن مخني غير جيني ليس من اجل الذكرى فقط، ولكن من اجل المستقبل من اجل الاجيال الصاعده يا عريف. شني نتعانى بزاف نتعانى المشاكل على جميع الاصعده، وبالتالي خصنا نسمونا راينا باش نستشرف المستقبل ان شاء الله.